السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على أول دودة في النيماتود. أول دودة معاك في النيماتود اللي هي اسمها أسكارس لامبريكويد. أسكارس لامبريكويد. طب هو إيه النيماتود؟ النيماتود عبارة عن الديدان الأسطوانية. في حاجة يا دكتور مختلفة هنبدأ فيها أو حاجة مختلفة هتكون معانا في النيماتود؟ أيوة، اولا ان في الغالب النيماتود او هو يعني لو احنا بنتكلم في نظام موديول فهو كل النيماتود اللي عليك، لكن لو احنا بنتكلم في النظام اللي انت هتدرس كل النيماتود فالنيماتود في الغالب مش كله مش هتلاقي فيها الانترميديت هوست المعتاد. يعني انت دايما كان بيبقى في عندك ديفينيتيف هوست، والديفينيتيف هوست بينزل دياجنوستيك ستيج، والدياجنوستيك ستيج بتروح انترميديت هوست اللي بيتكون فيه مجموعه من اللارفا، ومجموعه اللارفا ديت بتنتج لك في الاخر لارفا اسمها انفكتيف ستيج اللي بتدخل لك عن طريق مود اوف انفكشن دوت اللي انت متعود عليه. طب اللي احنا متعودين عليه ده هنلاقيه هنا؟ الاجابه لا، في الغالب مش هتلاقي فيه انترميديت هوست. امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي انفايرمنت. يعني الدياجنوستيك ستيج هتطلع لك لارفا، واللارفا او الايج او الراتيفر هتبقى عايشه في الانفايرمنت، تحصل لها ماتوريشن في الانفايرمنت وبعدين تعمل لك انفكشن. يعني مفيش انترميديت هوست؟ لا، يعني ديفينيتيف هوست بس. ده مين ده يا دكتور؟ ده اغلب النيماتود. خلاص، يبقى دي لقطه هتعرفها عن النيماتود واحنا لسه بنتكلم في الاول. اللقطه الثانيه ان انت عندك في ادلت ايج لارفا، صح؟ ده كلام قديم، احنا عارفين ان اي دوده عباره عن ادلت بيتكاثروا سوا فينزلوا لي ايج، الايج دي تفقس. اي حاجه من بعد ما البيضه هاتشد لحد ما وصلت للادلت دي كنا بنسميها لارفا، صح؟ اوكي، يعني لارفا يعني السكشوال اماتيور. هنا بقى عندك في تكه كده، في حته كده لازم تبقى عارفها عن النيماتود، ان اللارفا على ما توصل للادلت بتقطع اربع تحورات او اربع انسلاخات. الاربعه دول اللي هم فور مولت، فيقول لك بقى الفيرست مولت، السكند مولت، او مولت 1 2 3 4 لحد ما توصل للرابع. واقول لك كلمه السر، مش انت كنت عارف ان الادلت دايما عايش في حته اسمها هابيتات؟ اه، برافو عليك. يبقى دايما التحور الرابع بغض النظر عن الثلاثه الاولانيين حصلوا فين، فدايما الرابع هتلاقيه حصل فين؟ الرابع دايما حصل في الهابيتات. خلاص، ممكن تعمل الاربعه في الهابيتات، اوكي، لكن ممكن تعمل شويه قبل الهابيتات، لكن لازم الرابع. الرابع ده يعني ايه يا دكتور؟ يعني لارفا عدت ستيج ستيج ستيج، التحور الاول، التحور الثاني، التحور الثالث، التحور الرابع. التحور الرابع ده بتديك الادلت. فبعد الفورث مولت بقت ادلت. خلاص ماشي، بقى تعمل فورث مولت فين؟ في الهابيتات بتاعها علشان تديك الادلت. تمام يا دكتور. النقطه اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اول حاجه، اول دوده هنتكلم عنها الاسكارس لامبريكويد. اسكارس لامبريكويد، الاسكارس لامبريكويد لما نتكلم عنها تعرف ان هي عباره عن تعبان. تعبان؟ ايوه، هي دي التعبان بتاع البطن. يعني ايه يا دكتور التعبان بتاع البطن؟ يعني لما يجي يا دكتور تسمع الجمله الشهيره بتاع ايه ده، هو ابنك ما بيكبرش ليه؟ هو عنده تعابين في بطنه بتاكل اكله؟ هي تقصد ايه بقى التعابين اللي في بطنه ده؟ تقصد اسكارس. او لما يجي لك ام في العياده بتاعتك ان شاء الله وتقول لك يا دكتور على فكره انا الواد ابني بينزل تعابين في بطنه، اكسكيوز مي، بينزل تعابين في الاستول بتاعه، بينزل تعابين من بطنه في الاستول، فبلاقي في الاستول بتاعه في تعبان. تعبان يا ستي؟ قولي كلام غير ده. لا، هي تقصد تعبان. تعبان ايه؟ دوده طويله كده. طب الدوده دي طولها قد ايه؟ طولها من 25 ل 35 سنتي. وهي اصلا النيماتود عموما هي ديدان الاسطوانيه، يعني هي شكلها شكل التعبان، شكلها اسطواني، يعني شوف كده سن القلم ده، اه هي عامله زيه مدوره، فلما تقطع كات سيكشن بتلاقي في دايره. اوكي، فهو بيقول لك ايه؟ الاسكارس لامبريكويد هو ده التعبان بتاع البطن. فلما تقول لك كلمه انا لقيت تعبان في الاستول، هي تقصد بالتعبان الاسكارس لامبريكويد. دكتور احنا متعودين دايما لما نسمع كلمه اويد يعني شبه، برافو. يعني لما اقول لك نيوكليويد يعني مش نيوكليس حقيقيه، دي شبه النيوكليس. ولما اقول لك تيوبركلويد يعني مش تي بي، لا ده حاجه شبه التي بي. ولما اقول لك ليبويد يعني مش لوبس، ده حاجه شبهه. فدايما مقطع اويد يعني شبه. طيب لامبريكويد اسكارس، اسكارس دي سهله وكل الناس عارفاها، لامبريكويد يعني شبه. شبه ايه؟ شبه حاجه اسمها لامبريسي.
طب ايه اللامبريسي دي؟ اللي هي عارف الدوده بتاعت الارض اللي كان لونها بينك لما كانوا يحفروا كده ويطلعوها عشان يستخدموها طعم للسمك يصطادوا بيه، دوده تعبان كده بتبقى ماشي في الارض ماشي، وخدناها تقريبا في الابتدائي او حاجه. الدوده دي اسمها لامبريسي، فهو اما قال لك الاسكاريس لامبريكويد عشان شبه اللامبريسي اللي ماشيه في الارض. خلاص كده اوكي، يبقى دي الاسكاريس لامبريكويد. طيب يا دكتور الاسكاريس لامبريكويد هنعرف عنها ايه؟ المعلومات اللي انا قلتها في الاول. لما يجي يقول لك يا دكتور تلاقي واحده بتقول هو ابنك ما بيكبرش ليه؟ هو عنده تعابين في بطنه بتاكل اكله؟ الف ست دي عرفت قالت لك على حاجه حلوه قوي في الكلينيكال بيكتشر، يعني يعني الواد ده يبقى عنده تعابين بتاكل اكله فتعمل له مال نيوتريشن ومال ابزوربشن، فهو ده دي السيمتوم اللي جايه لك دي ان عنده مال نيوتريشن ومال ابزوربشن لان عنده تعابين بتاكل اكله. اوكي فكره حلوه يا دكتور. الحاجه الثانيه امه لما بتيجي تقول لك يا دكتور الواد نزل تعبان في الاستول، تعبان ايوه لقيت تعبان طول كده 25 سنتي او 35 سنتي، تعبان ايوه تعبان. طب يبقى انت كده فهمت ايه؟ ان من ضمن الدياجنوستس الست هي اللي شخصت مش انت، يعني هي لقيت ادلت في الاستول. ايه ده يا دكتور مش اج زي ما كنا متعودين؟ لا ده لقيت ادلت كامل على بعضه، ادلت سليم كده في الاستول وبيتحرك. الادلت اللي يبقى انا دلوقتي الدياجنوستيك ستيج بس هتبقى ايج ان استول، لا ده ايج اند ادلت ان استول، ايج اند ادلت في الاستول، ودي اول واحده في النيماتودا هنلاقي فيها ايج اند ادلت. طيب ماشي يا دكتور تعالى كده نشوف اللايف سايكل. متعودين ان اللايف سايكل بتبدا بواحد الديفينيتيف هوست، اثنين الهابيتات، فالديفينيتيف هوست بتاعي الهيومن. طيب والهابيتات هي السمول انتستين، ما احنا قلنا عايشه في بطنه بتنزل في الاستول وبتاكل اكل، فهي عايشه في السمول انتستين. ثلاثه الدياجنوستيك ستيج. طب الدياجنوستيك ستيج بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ايج ان استول، ايج ان استول. الايج اللي في الاستول شكلها ايه؟ السايز بتاعها 60 في 45 يبقى الشيب اوفل. احنا دايما بنعرف المعلومتين اللي انا عاملهم بالازرق دول، يعني السايز 60 في 45 والكلر براونش. طب هو سايز 60 في 45 يبقى هو شكلها اوفل. طب والشيل؟ ثيك شيل زي ما انت شايف وذ ماميليشن، اول مره تسمعها وذ ماميليشن، في ماميليشن كده. طب والكلر براونش. طب والكونتنت اماتيور سيل، اماتيور وان سيل، في اماتيور كده وخليه واحده. خلاص كده خد بالك من حاجه، انك كونك تلاقي فيها اماتيور وان سيل كده فده معناه ان هي محتاجه يحصل لها ماتوريشن. طب هيحصل لها ماتوريشن ازاي؟ اهي اول ما انباضت هيبدا السيل دي تنقسم وتبقى خليتين، والخليتين يبقوا مش عارف اربعه، والاربعه يبقوا ثمانيه، ولحد ما تروح مديالك لارفا. لارفا يعني خلينا كده اهي لارفا اهي. اللارفا اللي طلعت دي اسمها فيرست ستيج لارفا، يعني اول مرحله من مراحل اللارفا. يبقى الدوده بتاعتك هنا اسمها ايه؟ اسمها فيرست ستيج لارفا. الفيرست ستيج لارفا دي تعمل التحور الاول. يعني ايه التحور الاول؟ يعني الفيرست مولت، مولت 1، فتعمل مولت واحد وبعدين تروح مديالك سكند ستيج لارفا. ركز كده، ركز. انت عندك في الاول كانت نازله ايج اماتيور، بعدين بدات تنقسم كده والخلايا يبقوا 2 و3 و4 وعملت لك موريولا، خلاص بتكون جنين، لحد ما كونت لك جنين لارفا كتكوت. اللارفا دي يا دكتور عباره عن فيرست ستيج لارفا مش فيرست ستيج لارفا. طب ماشي يا دكتور وبعدين؟ ده انت كنت قايل لنا من شويه ان لسه هيحصل حاجه اسمها 4 مولت. طب الأربعة مولت أول مولت منهم أول تحور حصل في الشارع. الفيرست مولت تم في الشارع بعدين راح مديك سكند ستيج لارفا. أهي البيضة دي كده هي الانفكتيف ستيج. خد بالك الدياجنوستيك ستيج إيه؟ اماتيور إيج. طيب والانفكتيف ستيج؟ الانفكتيف ستيج ده ماتيور ايج بتحتوي على سكند ستيج لارفا. وخد بالك ده الفرق الوحيد ما بين الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج.
وهنا ممكن يقول لك اكسبلين هو ليه الاسكارس ما فيهاش اوتو انفيكشن. قول لي علشان الايج اللي بتنزل من الهيومن هو يعني اوتو انفيكشن، يعني الايج نزلت في الاستول فهو ايده ملوثه راح واكل فنقلت له الانفيكشن. طب ليه ما بتعملش اوتو انفيكشن؟ اصل الايج دي مش انفكتيف. ليه مش انفكتيف؟ ده لسه اماتيور، محتاجه ماتوريشن، محتاجه الاول توصل للماتيور وبعدين تعمل لك كمان مولت تحور في الشارع وبعدين تتاكل. بعد ما الشخص ده اكلها هتهاتش في السمول انتستين وترلع السكند ستيج لارفا. السكند ستيج لارفا هتمشي في السيركيوليشن ومن السيركيوليشن هتوصل لللنج، وهي في اللنج تعمل التحور الثاني والثالث. ركز في اللايف سايكل بتاعه النيماتود، دايما انت عمال تحاول تدور، دايما بتحاول تدور على المولت حصل فين، المولت حصل فين. فانت عندك دلوقتي المولت الاول، التحور الاول حصل في الشارع، بعدين البيضة اتاكلت فقست طلعت لك لارفا، اللارفا دخلت السيركيوليشن، لما دخلت السيركيوليشن هتوصل للنج، هتفضل تلف مع السيركيوليشن لحد ما توصل للنج. اول ما وصلت للنج بس ده المكان بتاع التحور الثاني والثالث، راحت عامله الثاني والثالث. طيب لما عملت الثاني والثالث في اللنج ايه اللي حصل؟ بس محتاجه تعمل الرابع بقى. طب هي هتعمل الرابع فين؟ في الهابيتات. طب هي عايزه تسافر من اللنج للسمول انتستين هتعمل ايه؟ راح تطلع في التراكيه لحد الفارنكس وراح تدخل في الاسوفيجاس، ومن الاسوفيجاس اتبلعت تاني لحد ما وصلت للسمول انتستين. في السمول انتستين عملت لك الفورث مولت، مولت فور. سهلة اللايف سايكل. طب تاني اللايف سايكل، واحد من الديفنت بوست هيومن، اتنين من الهابيتات سمول انتستين، تلاتة من الدياجنوستيك ستيج نزلت لي اماتيور ايج دبل شيلد 60 × 45 اوفال ثيك شيل ويز ماميليشن براونش واماتيور. واحنا في الريفيجن هنبقى نعرف ان البيضه مش شرط تكون فيرتايل، ممكن تكون انفيرتايل، ومش شرط تلاقي عليها ماميليشن، ممكن تفقد الماميليشن. خلاص كده؟ طيب بعدين يعني ايه يا دكتور مش فيرتايل؟ يعني بيضه ناتجه عن الفيميل بس مفيش ميل قابلها، فمفيش تزاوج، فبتنزل بيضه انفيرتايل، تلاقيها فيها جرانيولز ما فيهاش خليه. خلاص؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الدياجنوستيك ستيج، ان الشخص ده عنده ميل وفيميل في بطنه، فهينزل لك فيرتايل ايج. يعني ايه فيرتايل؟ يعني بتحتوي على اماتيور وان سيل، هتنزل هيحصل لها ماتيوريشن. الماتيوريشن دي يا دكتور هتوصل لحد ما يبقى فيها فيرست ستيج لارفا. كده كافيه؟ لا، لسه نوت انفكتيف. طب امال عشان تبقى انفكتيف محتاجه يحصل ايه؟ لان عشان تبقى انفكتيف الفيرست ستيج لارفا يحصل لها التحور الاول وتبقى سكند ستيج لارفا. فلما يقول لك الانفكتيف ستيج عباره عن ايه؟ هل هي اماتيور ايج؟ ماتيور ايج فيها فيرست ستيج لارفا؟ ماتيور ايج فيها سكند ستيج لارفا؟ اللارفا نفسها؟ لا، ماتيور ايج بتحتوي على سكند ستيج لارفا. يا دكتور انت بتسال اسئله منطقيه. لا، ما انت لما تاخد في الديدان الجايه هتلاقي فيها الاختيارات اللي انا بقولها دي. طيب بعدين يا دكتور البيضه هتهاتش في السمول انتستين واللارفا تخترق عشان تروح السيركيوليشن، ليه ما انت وصلت للسمول انتستين؟ لا معلش والله انا بعمل التحور الثاني والثالث في اللنج، راحت في الثاني والثالث عملته في اللنج، بعدين عايزه تعمل الرابع، الرابع بتاعها بيتعمل في السمول انتستين، راحت طالعه من البرونكاي للتراكيه للنيزوفارنكس، اتبلعت في الاسوفيجاس، من الاسوفيجاس للاستومك للسمول انتستين تاني، راحت للسمول انتستين عملت الفورث مولت، الفورث مولت اتعمل في السمول انتستين، بعدين راحت تكبر بقت ادلت، والادلت تنزل لك الدياجنوستيك ستيج. موضوع سهل جدا. ايه المود اوف انفكشن؟ ايتنج اوف كونتامينيتد فود او درينك باي هيومن فيسز. طيب ماشي يا دكتور كده اللايف سايكل خلصت. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر سهله من اللايف سايكل اللي احنا قلناها. طب وهي ايه اللايف سايكل؟ اللايف سايكل ان انت كلت اكل ملوث فاللارفا عملت مايجريشن لحد ما وصلت للسمول انتستين وبقت تعبان. يبقى كده في عندك نقطتين، واللارفا بتهاجر مايجريشن، ولما اللارفا عملت لك تعبان والكومبليكيشن. اللارفا وهي بتهاجر اللارفا مايجريشن راحت لللنج، فراحت عامله في اللنج حاجه اسمها لوفلر
سندروم. ايه اللوفلر سندروم ده؟ هيقول لك ان هي عباره هتتشرح، مش هتشرح دلوقتي، هتشرح يقول لك اسمها فيرمينس نيمونيا. يعني ايه فيرمينس نيمونيا؟ يعني نيمونيا دوديه سببها دوده. الكلمه دي مش غريبه عليا. ايوه مش غريبه، كان عندك في هنا ورا كده حاجه اسمها سيربيلم، وكان في في النص كده بتاع، كان يقول لك على ده فيرمس. هو ليه بيقول عليه فيرمس؟ عشان كان شبه الدوده، كان السيربيلم كده في النص كده استم، كان يسموه فيرمس. ايه الفيرمس ده؟ عشان ده يعني دوده. فهو بيقول لك ان هي بتعمل فيرمينس نيمونيا، يعني النيمونيا اللي سببها دود. خلاص سببها مين بقى يا دكتور؟ هنعرف. اي دوده عملت مايجريشن في النيماتودا هتعمل لوفلر سيندروم. اللي هم مين؟ اللي هم التعبان ودراكولا. مين دراكولا ده؟ الانكليستوما ديودينال والقزم، اللي هي الدوار في نيماتود. سترونجايلويد استريكولاريز، اسمها سترونجايلويد استريكولاريز. يعني عندك في ثلاث حاجات، في ثلاث ديدان ممكن تعمل لوفلر سيندروم. مين الثلاث ديدان؟ هتلاقيها في اللوفلر سيندروم لما نيجي نشرح في الورقه. هيقول لك ان هي في عندك الاسكارس اللي هو التعبان، ودراكولا اللي هي الانكليستوم، وسترونجايلويد استريكولاريز اللي هو القزم. يبقى التعبان ودراكولا، دراكولا عشان مصاص دماء، والقزم لانه فعلا قزم دوارف. طيب بعد يا دكتور ما هي هاجرت وراحت عامه، ممكن عملت مشكله في اللنج وممكن ما عملتش، يعني ربنا ما يقدرش. لو ما عملتش مشكله في اللنج هتروح جايه واصله للسمول انتستين وتعمل لك ادلت. الادلت في السمول انتستين في طفل عنده تعبان في بطنه هيعمل ايه؟ نوزيا، فوميتنج، دايريا، كوليك، نون سبيسيفيك جي اي تي سيمتو، ومال نيوتريشن. الواد كانه ما بياكلش لان هو عمال ياكل ليه وللتعبين اللي في بطنه. ايه الكومبليكيشن؟ الكومبليكيشن في تروماتيك افكت وفي توكسيك افكت من السكريشن بتاعت الدوده. التروماتيك افكت صفرة زايده، خانقه، ترجيع. ليه يا دكتور؟ صفرة جوندس، اوبستراكتيف جوندس من مايجريشن. زايده صفرة، زايده ابنسايتس، خانقه، سافوكيشن، ترجيع، فوميتنج. ده كله مايجريشن تو انيوجوال سايت. طب التوكسيك ازمه، اللي هي ازمه، وارق، ارق اللي هو انسومنيا، وازمه، وتشنجات سيجرز او كونفولجن. كونفولجن مع هرش، اتشنج، وشه مورم، فيس اديما. انا بحس ان احنا يعني بما اننا عربي يعني فدايما الحفظ بالعربي والتفكير بالعربي اسهل غير اخواتنا بقى لو هم مدارس انترناشونال. فاحنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ ازمه وارق وتشنجات مع هرش ووشه مورم. ازمه وارق وتشنجات مع هرش ووشه مورم، ازمه وانسومنيا وسيجرز اور كونفولجن مع هرش، اتشنج، وفيس اديما. وفيس اديما. طب والتروماتيك صفرة وزايده وخانقه وترجيع، جوندس وابنسايتس وسافوكيشن وفوميتنج. طب ماشي يا دكتور الدياجنوزيس بتاعنا. الدياجنوزيس زي السكيما اللي احنا عارفينها، انت بتاخد هيستوري، بتعرف الشخص دوت عنده سيف ووتر سبلاي ولا لا، بياكل اكل نظيف ولا لا. كلينيكال بيكتشر، هتلاقي الشخص عنده مال نيوتريشن او الام بتقول لك الولد دوت بينزل تعابين في الاستول. بعدين لاب، اللاب دايركت واندايركت، والدايركت هتلاقي ايج وادلت، اللي هو الدياجنوستيك ستيج ايج وادلت، وتلاقي ايزينوفيليا 30 ل 50%. يا دكتور يعني ايه ايزينوفيليا؟ قررتها 500 مره قبل كده، ان الايزينوفيل هي الخلايا المختصه من جهاز المناعي بمهاجمه الديدان والبارازايت. فاي دوده هتحاول تخترق علشان توصل للاميون سيستم فهتلاقي في ايزينوفيل عماله تجري وراها. الايزينوفيل دي لما بتكتر يسموها ايزينوفيليا. الايزينوفيل لما تكتر يسموها ايزينوفيليا، والنيوتروفيل لما تكتر يسموها نيوتروفيليا. فكون اصلا ان الدوده دي اخترقت وعملت المايجريشن فاكيد وهي الدوده عماله تجري فبيجري وراها ايزينوفيل فبتعمل ايزينوفيليا. فدوت حصل هنا ايزينوفيليا، بتلاقيها نسبتها عاليه 30 ل 50%. وراديولوجي بتلاقي جاس فيلد لوب لما تعمل اكس راي، اكس راي على البطن
لو عملت اكس راي فانت هتلاقي فيه جهاز فيلد لوب دوت مصطلح بتاع الراديولوجي، ممكن يبقى نوري لك صوره ليه في الريفيجن. طب التريتمنت، العلاج بتاعنا ميبندازول وبايرينيت بامويت وبيبرازين سيتريت. الميبندازول ده اشهر دواء موجود في الصيدليه وبيسموه شربه، فيروح يقول له ايه عايز شربه بتاع الديدان، اصل الواد بينزل ديدان في بطنه فبيديله الميبندازول ده. الميبندازول بيتاخد واحد في اتنين في ثلاثة. الشباب الصغير لو انت مش عارف يعني ايه واحد في اتنين في ثلاثة، فدي احسن طريقه تكتب بيها الجرعات للصيدلي. فواحد في اتنين في ثلاثة يعني ياخد كبسوله واحده مرتين في اليوم لمده 3 ايام. شفت سهله ازاي؟ يبقى انت وانت بتكتب علاج لازم تحدد هو الدواء هيتاخد كام كبسوله وكم مره في اليوم ولمده كام يوم. فانت بتقول له واحد في اتنين في ثلاثة، دي بتسهل على الصيدلي انه يضرب واحد في اتنين في ثلاثة، فيعرف ان واحد في اتنين بثلاثة بستة، يبقى العيان عايز ست اقراص، فيشوف الشريط كام يعني. لو او بره بيبقى مجمع كبير كده وبيعد له ست اقراص يحط لهم له في العبوه البرطمان ده. خلاص يبقى يا دكتور الجرعه بتاعتي واحد في اتنين في ثلاثة، يعني كبسوله واحده مرتين لمده 3 ايام، او لو طفل معلقه مرتين لمده 3 ايام. وبايرينيت باموات وبيبرازين سيتريت دوت العلاج بتاع الاسكارس. وشكرا.